لو هاجي لحضرتك بقى في ما يتعلق بالوفد الأمني، احنا وقف إطلاق النار تم أمس الساعة 2 فجرا، يعني الجمعة 2 فجرا، بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من وقف إطلاق النار حزم الوفد المصري حقائبه وتوجه إلى كل من إسرائيل ثم قطاع غزة، واجتمع اليوم مع يوم السبت مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا الوفد مهمته تتمثل في أكثر من نقطة. النقطة الأولى تثبيت وقف إطلاق النار. النقطة الثانية التوصل إلى تفاهمات. هذه التفاهمات تتعلق بعدم الاعتداء من الإسرائيليين على قطاع غزة مرة أخرى، تتعلق أيضا بعدم التعرض إلى القيادات الفلسطينية، تتعلق ببعض التسهيلات التي يجب أن تقوم بها إسرائيل لقطاع غزة. ويمكن النهاردة لاحظنا حاجتين تموا: فتح معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الذي تدخل منه كل البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وأيضا سمحت إسرائيل من اليوم بالصيد البحري للصيادين الفلسطينيين باعتبار أن هذا هو أحد مصادر الرزق. ثم سيتحدث الوفد المصري أيضا وسيلقي على كاهله مأمورية كل ما يتعلق بوضع صورة متكاملة لإعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة. وفد المصري هي مهمة متواصلة، سيتابع الوفد المصري عقب عودته وعقب التوصل إلى تفاهمات كل ما يتعلق بهذه التفاهمات، سيكون هو الحكم، هو الفيصل، هو المتابع لتثبيت وقف إطلاق النار، وستتواصل اتصالاته مع جميع الأطراف في هذا الشأن.